الاتصالات عالميا اتخذ المنحى العالمي لأن هناك أمور جديدة طرأت على هذا القطاع. مثلا على سبيل المثال عالم الإنترنت أصبح عالما عالميا، فالوصول إلى الإنترنت وصول عالمي وليس محلي. فشركات الاتصالات وللحفاظ على نسبة منخفضة من التكاليف نظرت إلى التوسع عالميا لتحصل على حجم أكبر ويصبح لها قدرة شرائية أكبر، لذلك تستطيع أن تخفض تكاليفها، وأيضا القدرة على التكافل بين البلدان والقارات لهذه الشركات التي تسمح بالتعلم بشكل أسرع على كيفية طرح الخدمات الجديدة وعلى أفكار جديدة قد تؤخذ من سوق إلى أخرى. فالتوسع والتعظيم الحجم للشركات كان أحد أهداف الأساسية للتوسع العالمي، وأيضا النمو. فأغلب هذه الشركات التي نمت خارج بلادها أو أسواقها الأساسية كانت تسعى إلى نمو في العائدات والإيرادات بشكل عام وإلى استمرارية على المدى البعيد، حيث تدخل أسواق نامية وغير مشبعة وأسواق متكاملة. فلهذا السبب رأينا نقلة كبيرة حول العالم، وخاصة من المنطقة خلال السنوات الأربع والخمسة الماضية إلى العالمية، حيث رأينا شركات من المنطقة تتجه إلى العالمية، وكانت هذه إحدى استراتيجيات شركتنا أيضا. تحدثت عن استراتيجية الشركة، هل هناك خطط فيما يتعلق بالتوسع بالنسبة لشركات في الإطار الجغرافي؟ هل حددتم أسواق محددة ستقوم شركة STC بالدخول إليها؟ بالنسبة لSTC نحن قمنا في السنوات الأخيرة بالنظر بالاستثمارات الموجودة حاليا والشبكات الموجودة حاليا لدينا وتحسين وضعها الإداري والتنظيمي لنستطيع أن يكون لدينا شركة متكاملة على المستوى العالمي في آسيا وفي الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى التابعة لها. ولكن إذا نظرنا إلى الأمام فدائما الأهداف هي النظر إلى فرص تكمل ما لدينا اليوم، وليست فرص فقط لهدف الاستثمار، فهي هدفها أولا أن تكون فرص واعدة من ناحية النمو، فرص مكملة للشبكات تشغيليا اليوم للشبكات التي لدينا في آسيا وشرق الأوسط، وفرص بحد ذاتها تأتي بجدوى اقتصادية قائمة بحد ذاتها. فهذه إذا وجدت وإذا كان سعر هذه الفرص يتناسب إما بزيادة حصص أو بواقع الفرص الرخص التي قد تطرح في الأسواق التي نتواجد فيها أو المناطق التي نتواجد فيها، ننظر إليها بشكل جدي للاستثمار، ولكن الشرط أن تكون مكملة لشبكاتنا تشغيليا، أن تأتي بقيمة مضافة تشغيلية بالنسبة للحجم والتكامل على الخدمات، وأن تكون جدواها اقتصاديا وماليا قائمة وإيجابية بحد ذاتها. هل هناك أسواق يعني تأخذ مكان الصدارة أو أولوية فيما يتعلق بتفكير STC؟ أولوياتنا هي حيث نتواجد اليوم، إذا رأينا الفرصة المناسبة للتوسع في المناطق الجغرافية التي نتواجد بها اليوم فنحن نذهب إليها. طبعا هذه من خلال الفرص الجديدة، ولكن هناك استثمارات بالشبكات القائمة من ناحية النطاق العريض والخدمات الجديدة والبنى التحتية الجديدة للفايبر أوبتيكس الألياف البصرية أو الخدمات المتنقلة عبر الهاتف الجوال مثل LTE، وكنا من أوائل الشبكات في المنطقة، الحقيقة أول شبكات في المنطقة في أسواقنا في المنطقة الشرق الأوسط لطرح خدمة LTE وتكنولوجيا LTE. فهناك استثمارات بالشبكات القائمة لتحسين الأداء وتعظيم القيمة لهذه الاستثمارات ولخدمة عاملينا بأفضل نوعية ممكنة، وأيضا استثمارات أو احتمال استثمارات بفرص جديدة قد تكمل وتساعد قدرتنا على خدمة عملائنا بالمنطقة، فهذه أولوياتنا. ما هي طبيعة الاستثمارات أو نوعية هذه الاستثمارات التي وجهتها STC إلى مختلف المناطق التي تتواجد فيها في 2011؟ ما هي خطط الاستثمارات في عام 2012؟
هي استثماراتنا اليوم تنقسم إلى نوعين. نوع هو بعيد المدى ويأتي بنمو كبير على العائدات، ونوع اللي هو يساعد في قدرة الشركة المالية حاليا ويأتي بالأرباح بالمدى القصير والمتوسط. فهذا التكامل بالشبكات الموجودة والشركات المستثمر بها اليوم من برأينا يجب أن يستمر إلى أن يبقى بهذا التكامل والتوازي. فهذا يعطينا استمرارية بعيدة المدى ويعطينا قدرة على جذب أو تعظيم القيمة للمستثمر بالمدى القصير والمتوسط والمدى البعيد. فنحن اليوم ننظر إلى الاستثمار بتعظيم هذه القيمة وبتحسين الأداء على المستوى العالمي والمحلي، إما في المملكة العربية السعودية أم في الشركات التابعة لنا، ودائما الأولية تبقى لآسيا والشرق الأوسط، الشرق الأوسط بالمرحلة الأولى وآسيا حيث نتواجد اليوم. والهدف هو تحسين أداء هذه الاستثمارات أكثر وأكثر والاستمرار في النجاح الذي حققناه في الاستثمارات العالمية من حيث حققت قيمة أكبر من القيمة المستثمرة أساسا، حتى وكانت القيمة المستثمرة أساسا بغالبيتها مبنية على الدين الذي وضع على الشركات المستثمر بها ولم يكن له أثر على الشركة الأم، فهذه مثل أقوله low risk strategy وكانت ناجحة. والآن نرى تقدما جيدا جدا من ناحية القيمة التي حققتها هذه الشركات استثماريا، ومن ناحية القيمة التي حققتها تشغيليا، وأيضا من ناحية التأثير على خلق فرص العمل بالدول التي استثمرنا بها، كما ساعدت على تحسين أداء الشركة الأم في المملكة العربية السعودية، ورأينا ذلك التكامل أثر إيجابيا على نتائج.